في حظاير تانية كتير. صدق ان المعجزة لسه بتحصل في زماننا وتتحقق، وان كنت تحب تشوف بعيني وتحب بنفسك تتحقق. قرب منهم، اسمع حكاياتهم واختباراتهم اللي عاشوها. اهلا بحضراتكم وحلقه جديده من برنامج صوت العابرين، وشهاده حيه عن عمل المسيح وعن محبته اللي هي للجميع. حقيقي مكتوب ان هكذا احب الله العالم، ومكتوب كمان ان الله يريد ان جميع الناس يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. ومن كل شعب ومن كل امه ومن كل لسان اخوه واخوات لينا بيقبلوا محبه المسيح. ومعانا النهارده واحده من هؤلاء، واللي المسيح بنعمته شفاها. حلقة النهاردة عنوانها المسيح يشفي ياسمين من متلازمة رينود، وهنعرف برضو منها ايه هو المرض ده. لكن مع حضراتكم اسمحوا لنا ان احنا نرحب باختنا ياسمين من الاردن. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا فيكي، سلام ونعمة يا قلبي. اهلا بيكي اختي ياسمين، اتشرف بيكي جدا في برنامج صوت العابرين، وانت بتقدمي لنا شهاده ايمانك حقيقي اللي فيها اختبار ولمسه غير عاديه من شخص الرب ليكي. ربنا يباركك، واحنا لازم دايما اصلا نخبر على كل عمل بيتعامل معانا، يعني شهادتنا زي ما هو جاي يشهد عن نفسه واحنا كمان لازم نشهد عنه. امين امين، ده دورنا. أمين حبيبتي. طيب في البداية لو ممكن تصلي من أجل وقت البرنامج ومن أجل المشاهدين أحبائنا وأخواتنا المسلمين اللي نفسنا فعلا وبنصلي ورغبة قلوبنا أن هم كمان يختبروا المحبة دي، يعني تفضلي حضرتك لو ممكن تصلي. تفضل. أشكرك يا رب على محبتك لينا، أشكرك يا رب على كل عمل انت بتعمله وسطينا يا رب. يا رب تعالى بارك اخواتي، يا رب تعالى انت ادي نعمه اكتر يا رب لاخواتي ولقناه القرمه، يا رب انت تسدد كل احتياج ليهم يا رب في كل حاجه. انا واثقه فيك يا سيد انه انت اله صالح، وانت دايما مشيئتك علينا يا رب لانها هي الصالحه، وهي اللي ماشيه في البدايه يا رب وفي النهايه يا رب. تعالى يا رب افتح عيون كل حد مغمض يا رب، انت تفتح الاذنين يا رب يسوع لكي يعرفوا من هو أنت، لكي يعرفوا الإله الحق، لأنه أنت قلت عن نفسك أنه أنت الحق وأنت الطريق. أيوة رب أنت الطريق وأنت الحق، وأنا عارفة ذلك يا رب يسوع. ولكن يا رب في ناس مش عارفة ولا مدركة، مش عايزة تشوف ومش عايفة مش عايزة تسمع، ولكن يا رب أنا بحطهم أمامك أنت يا رب، لأنه أنت هتكمل عملك واثقة فيك يا رب، أن أنت هتجيبهم وهتوريهم الحقيقة يا رب. رب تعالى عليهم يا رب، دول إخواتنا رب يسوع، احنا جايين بسلامنا ليهم يا رب، مش جايين نضطهدهم لكن جايين نديهم محبة زي ما انت اديتنا محبة يا رب. انت حبيتهم على الصليب يا رب، وجيت من أجل كل واحد فينا رب يسوع. أشكرك يا سيدي على عملك، أشكرك في اسم الرب يسوع المسيح نصلي. آمين آمين امين باسم يسوع. قبل ما هنبدا مع الاخت ياسمين، خلينا كده في عجاله ناخد ثلاث تعليقات على ثلاث حاجات حاصله. اول تعليق في الفيديو اللي هنشوفه مع بعض، والسعوديه الجديده اللي بقينا نرى فيها ما لم نكن نراه من قبل. بنتين في ماشيين في شوارع جده غالبا او الرياض، هم غالبا هيقولوا يعني، لكن هي مدينه في السعوديه، مدينه كبيره من مدن السعوديه، وبياكلوا بيفطروا في نهار رمضان، ماشيين بياكلوا فطرين ايا بقى كانوا هم اسباب شرعيه مش شرعيه، لكن ده ما كناش بنشوفه غير ان الحجاب مش كامل وما فيش النقاب. نسمع اللي موجود في السعوديه الجديده. ها والله شوفي ما سوت عمامة، هو عسكري طالع فينا، بس احنا عسكري عندنا عذر شرعي كذا، اشترينا ستاربكس ويعني احنا فاطرين ونمشي يعني حافين. هذا بيدسنا عشان الفاطرين. لا هدي الحمد لله محتاج. طبعا من احلى شيء في هذه الرحله الناس اللي شافونا فاطرين وضحكوا لنا كذا، ابتسموا لنا. الناس اللي شافونا فاطرين وضحكوا لنا كذا.
شافوهم، وكمان كان في يعني عسكري او شرطي شافوهم الناس بياكلوا ضحكوا لهم، لان الناس يعني عارفين ان هم عندهم اسبابهم اللي عذر الشرعي ان هم فاطرين، لكن الموضوع مش في كده. الموضوع في السعوديه الجديده اللي صدرت الارهاب والوهابيه للدول بتاعتنا، وهي اخيرا خرجت منها، ومن يعني ما بقاش فيه الهيئة بتاعت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو العكس بصراحة. فهم اتحلوا يعني خدوا حريتهم وإفراج منها، ونصلي أن مصر وبقية الشعوب كمان يتحرروا من هذا الثقل اللي اترمى عليهم ومش بإرادتهم، هم كمان مكملين فيه. ف يعني دايما بطرح وبقول من فضلكم فكروا وخدوا القرار الصح. طيب التعليق الثاني لو ممكن نشوفه، كان خبر الأسبوع اللي فات عن شخص كان حاول في رمضان في اسكندرية في منطقة الورديان ان هو يأذن يقول الأذان هو في الوقت الصيام يعني، فالشيخ رفض، حاول كذا مرة فالشيخ رفض. في المهم ان في النهاية الشيخ خلى او الشخص اللي كان عايز يأذن دوت خلى حد او وصى حد ان هو يقتله او حرض حد ان هو يقتل الشيخ، وقتلوه جنب الجامع، وزي ما انتوا شايفين كده الدماء حواليه. يعني جريمة، جريمة ممكن أي حد في غضبه يعملها، مش ده تعليقي. تعليقي بقى على اللي حاطط أو كاتب التعليق على الخبر ده، لو ممكن نشوف التعليق مع حضراتكم مع بعض، التعليق اللي في البوست ده. طيب هو يعني هنعرض على حضراتكم التعليق حالا، لكن المختصر في التعليق او اللي بيقوله التعليق ان برغم ان الشياطين مصفده في رمضان، لكن شياطين الانس هم اللي بيعملوا كده. ده شياطين الانس هم اللي بيعملوا كده، يعني اللي ورا قتل الشيخ دوت، الشيخ اسمه الشيخ حسن، اللي ورا قتل الشيخ حسن وسحله والمنظر الصعب اللي احنا شفناه، مش الشياطين اللي هي بتحرض على الانسان يعمل المعاصي ويقتل، لا دي شياطين الانس. وسؤالي، هل إله الإسلام لما جه صفد الشياطين في رمضان عشان الناس المسلم لا يرتكب خطأ وهو صايم، ما كانش عارف إن في شياطين الإنس؟ ما كانش عارف إن الناس يعني شياطينهم هتطلع أو الشر اللي جواهم هيطلع ويعملوا المعصية في الشهر اللي هو مش عايزهم فيه يعملوا المعصية؟ فمن فضلكم يعني راجعوا اللي بيحصل واللي حاصل من سنين في شهر رمضان، ويعني قارنوه مع هل الشياطين مصفدة وكلام إله الإسلام ورسوله حاصل وبيتم، ولا ده مجرد كلام في الكتب ورثناه. أنا زيكم طبعا كنت مسلمة، ورثناه من جيل ورا جيل، وعمالين أدي البوست وعمالين نراجع وعمالين يعني ننقل ونحفظ ونحفظ أولادنا، وإحنا يعني مجرد ميراث ورسينه وبنردد وبس. من فضلكم فكروا وشوفوا هل الشياطين مصفدة زي ما إله الإسلام ورسوله قال لكم، ولا مطلقة، ولا هي في واخدة راحتها كمان في هذا الشهر. طيب دي كمان دعوة تانية للتفكير. الموضوع الثالث أو التعليق الثالث اللي معانا وهو في الخبر دوت، حي القضية بقالها يعني فترة، والزوجة والعشيق بتاعها يعني خدوا حكم ان هم اقاموا بفعل الزنا لمده 3 سنين، والقضيه رجعت تاني عشان يتحكم فيها. محمد هادي وزوجته تغريد اللي هو مسافر بره سنين كتيره عشان بيجيب لهم يعني مصاريفهم ودنيتهم بسبب يعني الوضع في البلد، محاوله لتحسين المعيشه يعني تحسين معيشه الاسره. واللي حصل ان هو اكتشف ان اولاده الثلاثه ما هماش اولاده، تحليل الدي ان ايه اثبت كده. نسمع صرخته بعد ما دخل المحكمه، ونسمع مع بعض هيقول ايه، وبعد كده نعلق. اتفضل. مفيش حل، لبست 3 عيال مش من صور، والمحكمه قدامها الحقيقه، والفتوى جالهم للازهر بتقول له انفي، معاك رخصه انك تنفي، والفتوى بتاعت الازهر معاه وبيقول له معاك فتوى انك تنفي، وما نفعش. لبسني 3 عيال مش من صوت. ده استئناف. قلت لي ليه بالطب الشرعي مش عيال؟ والمطمن اللي في السجن البنت الصغيره بنت. بالطب الشرعي. والفتوى من الازهر لاول مره.
الازهر يبعث جمع الفتوى يقول له القضيه دي تحت ايدك معاك انك ليه فيها دعايه؟ دعايه العنصره يا استاذ وابنه قدام محكمه العلم اقسمت اربع دايمان على ايدي من الصديقين ولعنه ربنا عليا لو كنت بكذب المفروض ده شرعا لا تقول لي دين ايه ولا تقول لي اي حاجه خلاص خد يا امر انت وسط دي حدود ربنا ده مش دين جديد انتوا هتألفوه هو مش دين جديد هيألفوه لكن الدين وانا هتكلم في النقطة اللي يعني فيها فعلا حيرة هو كلام زي ما قلت احنا هو بيتنقلوا بس عن فلان وفلان قال وده رأي وده رأي وموقف زي كده موقف عملي الناس تضيع فيه وما يبقوش عارفين يمينهم من يسارهم نشوف في التعليق المشايخ مع بعض نشوف تعليق الأولاني مع البوست اللي عامله الدكتور أحمد كريمة ولا كريمة تقريبا بيقول كده بيقول ان هو لا اعترف بتحليل دي ان ايه في اثبات النسب لا اعترف بتحليل دي ان ايه في اثبات النسب والزوجه اذا حملت وهي على عصمه رجل فيكون الولد للرجل التي هي على عصمته يعني كده الطفل للفراش فالولد اللي هو هيتولد وهي متجوزه الشخص ده هو ليه هو اتولد بعد 4 سنين زي ما كان يعني رسول الاسلام اتولد بعد موت عبد الله ب4 سنين مش مشكله هو ليه هو يتنسب ليه فهو دي الطفل للفراش جايه غالبا من منطلق النقطه دي بعد كده معانا دكتور سعد الدين هلالي بيقول اثبات النسب عن طريق دي ان ايه سيؤدي الى فتن ودماء والكل سيشكك في أولاده قد كده يعني دكتور سعد مش واثق في نسب أولاد الأمة فهيبقى فيها تشكيك ودماء إيه اللي بتقولوه ده يا جماعة ولا أنتوا يعني محرجين لأن إله الإسلام ورسوله ما كانوش عارفين أن في المستقبل هيكون في دي إن إيه والمسائل هتبقى تخرج من إيديكم بعد كده بيقول الدكتور سعد الدين هلالي برضو بيقول أستاذ هو أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف أن إثبات نسب الأولاد إلى الزوج حتى وإن كانت الأم أتت بهم من رجل آخر بطريقة غير شرعية يا ربي وعدم الاعتراف بالنتائج تحاليل دي إن إيه هو المعمول به في المحاكم المصرية استنادا إلى الحديث الذي يقول فيه النبي الولد للفراش وهذه قضية قديمة وليست حديثة طيب دي قضية قديمة وليست حديثة والولد للفراش اللي قالوا ايه بقى الشخص اللي هو الأستاذ محمد هادي ده بيقول ايه بيقول ان الأزهر اعطاه فتوى ان هو مش يعني ان المحكمة لازم تنفي لكن المحكمة عملت بالحديث بتاع الرسول وقالت لا ملناش دعوة بالدي ان ايه هو الولد للفراش وحقيقة هنا في نقطتين وحتى في التعليقات على مواقع السوشيال ميديا فيه اللي فاهم واللي مش فاهم وحقيقة ان الامر بالفعل في لبس لان الازهر اعتمد على موضوع اللعان يعني في الولد للفراش وفي اللعان الولد للفراش المفروض ان هي لو في اتنين متخاصمين على ان عارفين ان هم يعني كانوا في علاقة مع المرأة دي فممكن تكون يعني واحدة من البغايا او يعني وضعها كده يعني فهما الاثنين وهقول لكم مثال عشان ما تنسوش موضوع الولد للفراش لما اقول الاسم اللي هقوله ده تفتكروه فالمفروض ان ايه اللي بيتنازعوا ده ولا دوت دي مفروض الولد للفراش ان اللي كان معاها في الفراش في الوقت ده هو اللي جوزها لو اتنين بيتنازعوا على نسب ولد واللعان لو الزوج بقى زوجته خلفت وهي معاه أنجبت وهي معاه وهو شك إن ده مش ابنه فيعمل زي ما عمل الأستاذ ده في المحكمة ويلعن نفسه إن هو لو هو مش يعني الولد ده ابنه أو البنت دي بنته هو بينسب بيلغي النسب أو بينفي النسب فلعنات ربنا تيجي عليه وبيقعد يعمل اللعن ده 4 مرات وهو عمل كده في المحكمة فالأزهر عمل بأمر اللعان والمحكمة عملت بأمر الطفل للفراش فهو ده الشرع في جزئيتين اللي يمشوا عليها الله أعلم اللي الشخص ده هيعمله الله أعلم هو الشرع فيه الاتنين فيه الوجهين وحتى هو بيقول الأول مرة خد الفتوى دي من الأزهر والسؤال برضو عندي سؤال للمحكمة هو أنت بتحكمي بقوانين الدستور والقوانين المدنية ولا بتحكمي بالشرع طب المحكمة دلوقتي حكمت على الزوجة ب3 سنين قضية زنا ليه ما نفذتش دول لأن ما فيش في الشرع المستوجب عشان تحكم عليها بالشرع اللي هو الرجم وأنه هو يكون 4 شهود عدال فهي حكمت بالمدني جه في الأمر دوت لأ تحكم بالديني فإيه إيه
ايه المحكمه في مصر؟ ايه اخبارك؟ يعني انت بتعملي ايه؟ بتعملوا ايه يا جماعه؟ هو انتوا بتحكموا بالشريعه الاسلاميه ولا بتحكموا بقانون يمشي على الجميع مسلم ومسيحي؟ فده سؤال برضو بوجهه للقضاء والمسؤولين عن إقامة العدل في مصر. أما بالنسبة بقى لطفل الفراش أو اللعان زي ما أفتى شيخ الأزهر وأعطى الفتوى للأستاذ محمد الهادي، عايز أقول له يا شيخ الأزهر أنت متخرج من عندك من الأزهر شيوخ زي الشيخ مبروك عطية زي ما هنشوف كده بيؤيد فكرة المحكمة ان الولد للفراش، يعني الولد او التلات اولاد دول الدي ان ايه يعني اثبت الحمض النووي اثبت ان هو مش اولاده، المفروض ان هم يكونوا اولاد ويكون ملتزم بيهم ويحملوا اسمه رغما عن انف العلم والتقدم واللي احنا فيه ده كله، لكن الدين اللي ما كانش يعرف رسوله الدي ان ايه كلامه يمشي علينا. فراجع يا شيخ الازهر، هو يعمل امر اللعان وينفي المحكمه تنفي النسب، ولا يعمل يكون الطفل الفراش زي ما انتوا خرجتوا لنا الشيوخ اللي هو زي مبروك عطيه بيقول ان الطفل الفراش حيرته المسلمين؟ نسمع. بقول لحضرتك انا عملت ذنوب كل ما تتخيلها، كلنا ذنوب وحشه جدا. احنا مش انبياء يا ايمان، احنا مش انبياء يا حبيبتي. الو، المهم عملنا ذنوب وخلاص. ها السؤال ايه بقى؟ السؤال ايه يا حبيبتي؟ حضرتك انا بصلي وبصوم وتقريبا جبت حد من الحرام، عيل من الحرام تقريبا. يعني اكيد. لا مفيش اكيد يا حبيبتي في دي. انت متجوزه يا بت؟ كنت متجوزه. لا يعني العيل ده اللي انا شاكه انه من حرام انا جبته وانا متجوزه؟ ايوه. غصب عنك وعني وعن جوزك، الواد ابن جوزك والنبي حسمها ومحدش يشك لي حتى لو كان 100% من حرام. بس الولد اسمعي وركزي ومش عايزين نلت ونعجب. واحده جالها الهف هف وقالت الواد اللي في بطني ده من الحرام. ايوه. الدنيا يقول لها لا يا اختي من الحلال، ده ابن جوزك اللي على ذمتك لان لينا نبي قال الكلام ده. الولد للفراش. بس انا بتعذب يا روحي ما يبقى الشيطان عايز يضحك عليك. انا عايز السؤال التاني بقى. الضمير. لا بلاش. طب انا يعني عايزاكم يعني تحكموا كده بامانه، يعني مين موقفه احسن وافضل واشرف واكرم؟ الشيطان اللي بيقول يعني مخلي ضميرها بيتانب وعايزه تقول الصدق لان هي قادره، هي عارفه ان الطفل ده هي جايباه من حرام، هي قادره، هي عرفت بطريقتها، هي قادره بالامر يعني. فالشيطان بيقول لها يعني موقف الشيطان اللي يعني بيانب ضميرها وعايزها يعني تتوب وتعترف بخطائها، ولا موقف رسول الاسلام اللي بيقول لها ادي الولد اللي انت جايباه من الحرام انسبيه لواحد مش ابوه؟ يعني وكان الكلام ده بيحصل بقى وقت قبل ما امر الدي ان ايه ده يعني يخرج للعلن. فمين موقفه اكرم واشرف واحسن؟ الشيطان اللي بيقول لها حرام واللي انت عملتيه غلط، ولا رسول الاسلام اللي بيقول لها والشريعه اللي بتقول لها انسبي الطفل ده الاب مش ابوه؟ احكموا انتوا. نشوف الفيديو اللي بعد كده. احنا افترضنا ان شخص مسافر الى دولة ما، سعودية غيره غيره، لمدة 4 سنوات لم يعاشر زوجته ولم يجامعها ولم يلمسها من اصله. رجع بعد 4 سنين لقى مراته حامل. قال لها ايه ده؟ قالت له ده ابنك. هل يصدقها؟ جاوبني. في الشرع بيقول له صدقها. صدقها؟ نعم. فهي صحيحة. هذه فتوى الامام الشافعي والامام مالك وكل الأئمة والإمام أحمد بن حنبل والأوزاعي والطبري وكل أئمة الإسلام. أنا عجباني ضحكة الشيخ. وهي فتوى صحيحة 100% وتدل على إنسانية هذا الفقه إنسانية هذا الفقه يا جماعة، إنسانية هذا الفقه، هذا الفقه الإنساني اللي هينسب طفل مش لأبو للشخص ده لأب غير أبوه، إنسانية الفقه. طب فين إنسانية الفقه لما بتقول ما فيش تبني عشان خلط الأنساب؟ فين يعني فين إنسانية الفقه في إلغاء فضيلة زي التبني؟ هو ده مش هيبقى فيها خلط أنساب؟ هو مش ممكن الطفل اللي نسبتوه بالخطأ أو بالشرع إن الطفل الفراش للشخص ده بعد زمن الشخص التاني اللي الام انجبت منه نفس الطفل ده ولد او بنت اتجوز حد وانجب وده يتجوز اخته من غير ما هو يعرف ويبقى خلط انساب؟ انتوا مش لاغين التبني عشان كده؟
طيب انا بس يعني عشان انا فعلا خدت وقت كتير عايزه بس ما تنسوش موضوع اللعان اللي قال عليه الازهر وتجاهل الطفل للفراش اللي هو اصلا شيوخ الاسلام بيطلعوا يعملوها. لكن الطفل للفراش دي لما قلت واحده باغيه اتنين يتخانقوا او يتشاجروا على الطفل اللي هي انجبته وهي معاهم وده يقول ابني وده يقول ابني. عشان ما تنسوش مين الطفل للفراش ده هقول لكم على الشخصيه مين الشخصيه ده اللي تنازع عليه رجلان او اكثر لان هم كانوا مع الأم في نفس الوقت هو عمرو بن العاص هو اللي بعض الناس بيقول عليه سيدنا هو عمرو بن العاص. خلينا هقرأ بس جزء مش كل لأن ده كتير فخلوني أقرأ بس جزء واحد كده من ال هقول من أول. وكانت النابغة اللي هي ليلى كانت مشهورة بليلى النابغة شهرتها النابغة. وكانت النابغة لو ممكن نعرض من أول وكانت النابغة أم عمرو بن العاص بغية بين قوسين لو ممكن نجيب النص هتقروها. وأرخصهن جميعا يعني كانت كذا وأرخصهن جميعا في شبه الجزيرة العربية. فوقع عليها أبو لهب يعني وقع عليها يعني عارفين إيه يعني فوقع عليها أبو لهب وأمية بن خلف وهشام بن المغيرة وأبو سفيان والعاص بن وائل السهمي فولدت عمرا. كانوا كام أبو لهب أمية بن خلف هشام بن المغيرة أبو سفيان والعاص فولدت عمرو. فادعاها كل منهم فحكمت أمه فيه فقالت هو من العاص يعني كل واحد من الخمسة دول قال عمرو ده ابني لكن هي قالت لا هو من العاص. فقال أبو سفيان أما إني لا أشك إني قد وضعته في رحم أمه فأبت إلا العاص. طبعا لو نكبر هنشوف راجع شرح نهج البلاغة وزي ما موجود قدامنا الرقم. قالوا عن عمرو بن العاص كانت أمه ليلى العنزية أشهر بغايا مكة وأرخصهن أجرة. ولما ولدته ادعاها خمسة رجال قالوا أن عمرو ابن أحد منهم غير أن ليلى ألحقته بالعاص لأنه أقرب الشبه به. خلينا يعني كده بيقول رجع النساء صفحة 27 العقد الفريد الأول 164 والمسعودي مروج الذهب ومعادن الجواهر كل دي والسيرة الحلبية كل ديت بتؤكد ان الكلام ده صحيح كل المصادر دي. يقال ان عمرو بن العاص وطأها بين قوسين اربعة رجال وهو العاص وابو لهب وامية وادعى كل منهم وامية بن خلف وابو سفيان بن حرب وادعى كل منهم ان عمرو فألحقته أمه بالعاص إنه أبو عمرو يعني. وقيل لها لما اخترت العاص فقالت لأنه كان ينفق على بناتي ويحتمل أن يكون منه وذلك لغلبة شبهه عليه. يعني هو ده إن هي قالت إن هو ده أبوه لأنه كان أكثر سخاء معها وكان بيصرف عليها وكان أكثر الشبه له فكانوا محتاجين دي إن إيه عشان عمرو بن العاص يعرف من أبيه. لكن لما يقولوا لك الطفل للفراش معناها إن اتنين رجال يعني تسارعوا ان ده يقول ابني وده يقول ابني افتكر على طول سيدك عمرو بن العاص. اسفه جدا اخت ياسمين طولت عليكي جدا جدا فاهلا بيكي مره تانية وعايزين نسمع بقى اختبارك وعمل المسيح معاكي ولو عندك اي تعليق على التعليقات اللي قلتها فاتفضلي. امين. عندي تعليق على الشيخ مدام بيقولوا الاسلام انه ان هم يعني عندهم حريه او عندهم اراده انه يختاروا ويعملوا كده هم بيقولوا يعني بيحكوا هيك ولكن لما اجى المؤذن هو عايز يؤذن يعني دي حريه هو عايز يؤذن يعني ما يؤذن وين المشكله يعني ولكن هم عايزين سياسه هم عايزين جاه يعني يكونوا هم اللي في الوش مش عايزين حد تاني يرقص فوقيهم يعني فهمت علي كيف؟ ما بهمهم بالاول وبالاخر الرياسه يعني تمام لانه الرياسه والسياسه والدين كله مشبوك في بعض كله حته واحده وصله واحده يعني صحيح طيب عايزين بقى نسمع منك يعني بداية كان وضعك كمسلمة كنت متشددة ولا عادية وازاي قابلتي الرب يسوع المسيح فاتفضلي حضرتك. بصي انا كنت متوسطة اصوم واصلي ومتحجبة ايوه البس عباية يعني وهيك يعني متوسطة ايوه تمام
كنت زي اي واحده مسلمه بتصومي وبتصلي وبتعملي فرائض الاسلام، لكن هل كان ليكي اي تساؤلات في الاسلام؟ هل كنت يعني عندك اهتمامات معينه؟ جدا جدا، يعني كان في تساؤلات كتير، ولكن الاسلام دايما بحط لك خط احمر انت مش لازم تتعديه، يعني خلاص عايز بده يقفل مخك، يعني يعمل لك ستوب، ما يعملش حركه للمخ ابدا، يعني بيحاول يعمل ستوب. كنت بتسأل انه من هو الله، يعني ليه ممنوع نسأل عنه، ليه ممنوع نشوفه، ليه ممنوع نتحرر او نسأل عنه، يعني خلاص بس نتبع انه هو كذا وغفور رحيم ومش عارف ايه ومش عارف دي الصفات يعني، ولكن انا ما اعرفوش هو مين. زي لما انا اكلم نورة واعرف انها عمرها كذا وعندها عيال كذا ومتجوزة فلان يعني ما فيش الامور دي، يعني ما فيش المعرفة الشخصية، معرفة شخصية ابدا ابدا، ما فيش معرفة ابدا. وكان عندي كمان تساؤلات انه الاسلام بيحمل المرأة اكتر من طاقتها، يعني بتتحمل اشياء كتير، يعني وليه المرأة مثلا كل اشي عليها، يعني اما الرجل عفوا يعني سوري للرجال كلهم، يعني هم احرار يعني يعملوا كل اشي عادي ما فيش مشكلة. أيوه. اما المرأة تكون منبوذة او لو جي عليها يعني 24 ساعة الزلمة يكون برا البيت يشرب يدخن يزني يروح لدي ويجي من دي اي مكان هو حر يروح وما فيش مشكلة، اما المرأة اذا طلعت من باب بيتها فهي زانية، اذا رشت بس عطر هي زانية. أيوه. ايه الكتمة دي، ايه الخنقة دي، يعني المرأة في الإسلام مخنوقة حتى لو ما كانتش لابسة حجاب أو بالظبط، يعني أنا كنت أقول على النقطة دي يعني. بالظبط، يعني حتى موضوع اللي هم بيقولوا لها الإسلام بيغطيكي وبيكرمك إنها ما تحطش العطر زي ما أنت بتقولي وتلبس الحجاب، ده مش عشانها، ده مش عشان حمايتها، ده بيحمي الرجل لإلا ينظر ليها وتفتنه ويدخل جهنم بسببها. للأسف المرأة المسلمة مش مركزة مع النقطة دي. اتفضلي. بالظبط، ابدا مش مركزه خالص، يعني انا كنت اخاف ارش عطر اقول ايه هيزني بسببي هدخل النار عشان هو شم العطر عليا، طب انا ذنبي ايه؟ صحيح. اذا هو اتفتن انا ذنبي ايه؟ اذا هو مش قادر يحمي نفسه ويحمي شهوته انا ذنبي ايه؟ صحيح صحيح. طيب يعني كنت بتقولي بتسألي الأسئلة دي وما كانش في أي إجابات، طيب يعني وكنت مسلمة وسطية من اللي بينفذوا بس تعليم الإسلام، يعني إيه النقلة اللي نقلتك أنك تقبلي المسيح وأنك تختبري وتكوني مؤمنة بشخص الرب يسوع؟ بصي جاني اختبار كده وجاتني مرحلة بشكر كورونا، لأن كورونا ساعدت كتير ناس لما عرفت الرب، ولانه كل شيء بيعمل للخير، يعني اوكي كورونا ضرت كثير ناس وهيك، بس برضو كان الله يعمل للخير حتى عن طريق كورونا، مع انها كانت شيء مش كويس يعني، وكان يعني كانت ابادت كثير من العالم يعني. هنا انا دخلت في حاله مرضيه وحاله نفسيه وكثير امور يعني مش كويسه، فهون انا صابني مرض، في مرض اسمه ريمبو تقريبا، هو رينوت هو دخل في الشعيرات الصغيره، هي بتقفل خالص يعني بتقفل كتير، فبصير الدم بيحشر، وممكن من كتر ما يحشر الدم ممكن يعمل تجلطات يعني ومشاكل، يعني تخثر يحشر يعني بيتخثر يعني بيتجلط. ايوه تجلطات. هنا الاكسجين لانه الشعيرات ضعفت كثير، تقلصت يعني شدت تقلصت، فهون صار الاكسجين ما يصلش عندي على الدماغ. لو ممكن نعرض صور للمرض ده، اتفضلي. هنعرض بس صورة. اتفضلي. فصرت هون اروح اتعالج واروح دكاتره كثير يعني، فكانوا يحكوا لي انه هذا المرض اصلا يعني ما لوش علاج، يعني ده ما فيش له حل، فبناخذ بس اسبرين ونفضل عايشين على الاسبرين عشان الشعيرات يعني تتفتح والدم يصير مميع بالضبط زي الشكل ده كان يصير معايا. لما كنت اشوف ايدي
زي هيك انا اتوتر اكتر واتعب نفسيا اكتر يعني اكتر من هيك. فهون صرت رحت على اكتر من دكتور، حوالي 5 دكاتره كان نفس الموضوع ونفس الاشي يحكوا لي انه يعني ما في حل، يعني ابدا ما في حل. فالمهم صرت اخذ انا اسبرين المميعات الدم، اخذ 2 و3 في اليوم، يعني من يعني المفروض الواحد ياخذ مره في اليوم او نص حبه او كل اسبوع مره، اما انا في اليوم كنت اخذ 3 حبات. يعني من كتر ما صار الدم كتير سايل عندي اكون قاعد زي هيك وفجاه الاقي الدم عبى الدنيا. يعني فهون انا يعني صارت نفسيتي يعني كتير مش كويسه كتير كتير يعني. فالمهم في من يوم من الايام هيك انا قابلت بنات مسيحيات وتعرفت عليهم هيك في الشارع وطلبوا مني يعني يجوا عندي البيت ويصلوا لي ويدلكوا لي جسمي عشان مع التدليك الدم بيتحرك وبصير كويس. فأنا وافقت يعني قلت لهم تعالوا أهلا وسهلا. فعرفوا بيتي وقعوا عندي وقعدوا، أنا عرفت إنهم مسيحيين يعني، فكانوا يقولوا لي المسيح بيشفي. فأقول لهم أيوة عادي المسيح يشفي يعني ولكن بأمر من الله. يعني قالت يعني أنا قصدي إنه عيسى هو نفسه بيشفي ولا بس هو نبي يعني. فأنا كنت متعلقة في أي حاجة عيسى محمد موسى اللي يشفيني أنا ما عنديش مشكلة، المهم إن أتشفي يعني. بس إنك أنت قابلتي ان حد مسيحي انك تتكلمي معاه وكمان يجي بيتك، دي حاجه يعني حلوه جدا. واعتقد كمان ان الاردن والشعب الاردني يعني حلوين متسامحين مع بعض، يعني مفيش التعصب الكتير قوي اللي في الشعب المصري، فدي نقطه حلوه جدا يعني. لا نشكر ربنا ما عندناش حاجات زي كده في الاردن ابدا يعني صراحه، يعني نتعامل مع بعضنا عادي ولكن مفيش تدخلات على الكامل يعني. تمام. يعني بنتعامل بحدوديه بس برضو معاملتنا حلوه مع بعض. وانت قابلتي ان هم يجوا لان هم كلموكي يعني شافوا الحاله اللي عندك وقالوا نصلي من اجل ان الرب يشفيكي يعني. بالظبط. قالوا لي احنا هنصلي لاجل الامر ده واحنا هنصوم علشانك عشان ربنا يتمجد في حياتك ويشفيك يعني. قلت لهم اوكي ماشي ما عنديش يعني ما عندي اي مشكله يعني، المهم انا بدي ارجع زي ما كنت، بدي اقوم لبيتي بدي اقوم لعيالي لاني صرت زي ما تروحت الفراش 3 شهور انا ما بقومش، انا الذاكره عندي فقدتها خالص يعني كتير كتير فقدتها يعني. ممكن اذا خرجتي بره البيت يعني احيانا ما اعرفش ارجع البيت من كتر ما انا ما عنديش اكسجين في الدم وفي دماغي هيك يعني. فهون صلوا لي وقعدوا يعملوا لي كده تدليك لايديا وجسمي وكده هيك. فالمهم هم بيصلوا يعني عشان هم كانوا لغتهم هيك مختلفه شويه، بيتكلموا مثلا حد انجليزي حد عربي مكسر واشياء زي هيك، فما كنتش يعني افهم عليهم كتير ولكن كنت من جوايا انا مرتاحه مع انه انا مش عايزه يعني ما بدي انه يكونوا يصلوا لي في اسم المسيح لاني عارف اصلا انه ده مزروع فيا انه ده غلط يعني. ايوه مزروع فيا وانا عارفه انه ده مش حق يعني، طول عمرنا نعرف انه ده مش حق ودين الاسلام هو الحق وهو كل حاجه وهو الفل فل الفل وكل حاجه بس الاسلام، ما فيش حاجه ثانيه غير الاسلام. ايوه لا يعلو على الاسلام شيء. وكانوا يقولوا لنا اصلا عيسى مكمل لمحمد واصلا جت نبوة العكس ان محمد عيسى مكمل اصلا لمحمد، الكتاب المقدس بيقول انه هيجي محمد. ده الكذب اللي كان موجود يعني، بس طبعا انا ما شفتش في الكتاب المقدس ابدا انه مكتوب محمد. فالمهم هنا لما صلوا لي يا اخت نوره انا شفت نور قدامي، على نور على شكل جسد يعني زي انسان ولكن نوراني على شكل القمر زي هيك على شكل القمر شفته قدامي، ولكن انا ما قبلت احكي للبنات ان انا شفت اشي زي هيك. يعني اثناء ما هم بيصلوا انت شفتي؟ طب ما فكرتيش ان هم كمان يكونوا شايفين تقول لهم انت شايفين اللي انا شايفاه؟ لا ما اعتقدتش، لاني انا الفكره عندي اذا شفت حاجه يا هشوف ملاك يا هشوف محمد، ما فيش موضوع تاني يعني انا هشوف اشي تاني، ما فيش صوره عندي اي اشي بتنشاف ينشاف محمد بس. فأنا قلت لهم
اختي محمد هيقولوا لي لا ده عيسى، فانا ما حبيت اقولهم عشان ما ينكروليش محمد بتاعي انا يعني اللي كان بتاعي. فالمهم المهم هو ان انا حسيت نفسيتي بترتاح وعمالي اتحسن اكتر من الاول، فانا حبيت يعني يرجعوا تاني عندي ونصلي ونقعد تاني مع بعض، لان كنت كل ما اشوفه ونصلي مع بعض انا احس في راحه، في راحه غير طبيعيه يعني، راحه مش طبيعيه ابدا يعني، في ارتياح جدا. المهم مره رجعوا لي تاني وقعدنا مع بعض وكانوا في اكتر من حد معانا، فانا كانت يعني الاعصاب من كتر كنت اخذ مهدئات كمان اعصاب شو اسمه اسمها ايه دي يعني زي مسكنات مسكنات عشان المرض، لانه مسكنات، لانه كانت دماغي ازاي بيكون حدا مثلا ماسك شعر او حاجه وبكون بولع فيها بتقعد تعمل كده دي نفس الحاجه، في حاجه كانت بتحرقني جامد في راسي يعني، احيانا من كتر الالم، مش الم دماغ لا، الشرايين نفسها بحسها بتتحرق رسمي يعني. يا خبر. فكنت يعني بمسك راسي اضربه في الحيط من كتر الالم، الم مش طبيعي يعني، كنت عن جد كنت بتمنى الموت ولا افضل متألمة زي هيك يعني. فهم طلبوا كمان مره انه احنا نرجع نصلي، وقعدنا مع بعض فعلا وصلينا، وكانت ايدي وجعاني وما اقدرش ارفعها يعني، كنت ارفعها حاجه بسيطه يعني فوق الحوض بشويه ايدي الشمال. فهون صلوا لي بشفاء انه قعدوا يطلبوا من ربنا يا رب اشفيها يا رب اشفيها، مع اني انا قعدت 3 شهور اركع واسجد واصوم واعمل كل حاجه الاسلام بيقولها، وادعي 24 ساعه ادعي يا رب انقذني يا رب استجيب للي انا فيه، يا رب انت وينك عني، يا رب انا عايزه اقوم لاولادي، عايزه اقوم اعمل لهم طبخه حلوه، عايزه احمم اولادي، انا مش قادره اعمل شيء ابدا، انا شبه ميته، انا مش شبه ميته، انا كنت ميته اصلا يعني. فهنا جت الاستجابه لما صلوا لي باسم يسوع المسيح، في حاجه من جوه بتقول لي انا يا بنتي شفيتك ارفعي ايدك، 3 مرات تقول لي ارفعي ايدك، انا قلت يعني لانه معتقد الاسلام بيقول ده وسواس الخناس وده وسوس مش عارف ايه، فهنا قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لا دي وسوسه من ابليس، ابعد يا ابليس، قعدت اعمل كده اتجننت يعني. فهون انا قلت طب ما دام في حاجه عايزه تشفيني ما تشفي، ليه لا؟ انا عايزه تشفي، فقلت كده. فجي صوت تاني كمان مره بقول ارفعي ايدك انا شفيتك، فانا ايدي ما كانتش ترتفع الا حاجه قليله، فانا قمت رفعت ايدي كامل لفوق راسي، 3 شهور ما ارفعش ايدي، وبنفس اللحظه لما الصوت جاني ده انا رفعت ايدي، لا يا رب ده حاجه بتمخول يعني هذا اشي مش طبيعي يعني. فانا بعدين يعني قعدت افكر يعني احسب لنفسي اقول لي لما صلوا لي بالاول باسم المسيح انا شفت الشكل نوراني وشكل حاجه زي الملاك، حاجه يعني اشي حلو كتير، واشمعنى لما رجعوا تاني صلوا لي وقعدوا يحكوا لي ويصلوا باسم المسيح انا اتشفيت، يعني ليه عم يحصل كل هذا لما اجى سبت المسيح على بيتي او على حياتي يعني، او لما بلشت اعرف اصلا، انا كان عندي تساؤلات زمان عن المسيح اخ نوره، بقول ليه المشكله دايما واقفه عندي المسيح، ليه ما وقفتش عند انبياء كتير يعني، طب برافو عليك، طب ليه حصل معاه ظلم وربنا رفعه وحط واحد تاني حق تاني معاه، طب هو التاني ده حسب الاسلام اللي حطوه ده ذنبه ايه بالظبط، ده ذنبه ايه، ده ظلم، فالله هو كده ظالم، كان بالنسبه لي ظالم. طيب فبقول لك كتير ومحمد نفسه يعني محمد نفسه قال ان اليهود قتلوا الانبياء كلهم، فايه مشكلتك ان هم قتلوا المسيح كمان، ايه مشكلتك؟ ليه الصليب مضايقك؟ لا ما قتلوه وما صلبوه لكن شبه اني رافع يعني، ما انت نفسك بتقول ان هم قتلوا الانبياء يعني. بالظبط، كان محيرني كتير امر المسيح كتير طبعًا. مش شوي، ودايما دايما على الآن فيه وعامله ستوب عند المسيح يعني. ففعلا كان في تساؤلات كتيرة يعني، فأنا بلشت أشبك هاي بهاي وأعمل حلقات وصل، إيش معنى كذا وإيش معنى لما أجوا البنات وإيش معنى لما كذا وإيش معنى أنا دلوقتي اتشفيت ويعني ورحت يعني خلاص شو اسمه هذا بطلوا إيدي يصيروا أزرق أبدا صاروا أبيض
ولا كانه ولا كانه كان معي مرض اصلا، يعني خلال 3 ايام ولا كانه كنت مريضه، وصرت اقوم من الفراش زي كاني ماخده باور كتير كبير يعني. ايوه يعني اشي عجيبه واشي غريبه. فانا بلشت افكر هون بالمسيح، يعني بس اجي افكر يعني يجي لقطات الاسلام تقطع علي، لا ما تفكريش كده، لا ده كفر، لا ده غلط، يعني مش معطينك مجال تفكري في اي شيء ابدا. ولكن انا تحديت الامر ده. يوم الايام انا قلت ربنا، قلت له اسمع يا رب، انا عايزه منك انا بدي شيء منك، يعني انت مين؟ قل لي انت مين هو؟ هل انت في اليهوديه ام انت في الاسلام ام انت في المسيحيه او في اي ديانات اخرى؟ ما في مليون ديانه، او في اي ديانه؟ قلت له يا رب انا اللي اعرف اللي خلقني هو واحد، واللي خلق الكون والارض والسماء هو واحد، اكيد ما فيش اثنين، هو واحد، هو اله واحد. انا عايز اللي خلقني يعرفني عن نفسه ويعرفني هو فين عشان انا اعرف اتبع مين، حتى لو كان على قطع رقبتي، حتى لو كان في اليهوديه انا هروح لليهوديه ما عنديش مشكله، بس اعرف مين هو اللي خلقني. فهنا بلشت فعلا اطلب من ربنا، ما اقولش لا مسيح ولا اسلام ولا اي حاجه، ولكن اقول يا رب خالق الكون واللي خلقتني تعالى في اعلان عنك، يعني مستحيل تكون مش قادر تعلن عن نفسك ليا، مستحيل. فهنا يوم الايام اجيت بدي انام، فانا قمت رسمت خطه لنفسي لربنا، يعني قلت له انا حرسم شرعين يا رب، وقل لي انا امشي في انو شارع. فقمت حطيت شرعين، شارع الاسلام اللي هو اليمين وشارع المسيحيه اللي هو الشمال. قلت يا ربي انا هظبط المنبه نص ساعه، ونص الساعه دي انا هنام فيها، فانت قل لي انا امشي في انو اتجاه، في انو شارع امشي. ففعلا نمت وضبطت المنبه نص ساعه بالضبط، انا غفيت نص ساعه، فانا نفس الحلم شفت اللي انا رسمته هو جي ليا. قمت دخلت في شارع الاسلام، شفت حاجات يعني اشياء كتير مش كويسه، اللي بيتخانق، اللي بيضرب بعض، اللي بيغلط على بعض، اللي بيزمر كتير وبيوس، يعني حاجات مش حلوة ابدا يعني. فقمت بصة قمت شفت الشارع اللي جنبي اللي هو شارع المسيح، كله سلام، كله هدوء، كله بساطة، كله حنية، حسيت بدفء فيه، حسيت في حنان وسلام يعني كبير. فقمت نطيت ورحت على الجهة الثانية ومشيت في الشارع هذا، فلقيت في راحة نفسية كتير، يعني كتير. فقمت بس يعني شفت آخر الشارع، عم بطلع على آخر الشارع، فقمت شفت برضو جسد المسيح وشكل نور، يعني هيك طالع جسد وشكله كله نور، يعني نور مش طبيعي. فهون انا لما صحيت انا قلت بس يا رب انا طلبت منك، ما طلبتش من ابليس، فمستحيل هذا الحكي يكون من ابليس، لاني انا طلبت من اله قادر، واله قدير يقدر يورجيني ويقدر يعرفني، انا طلبت منك انت، وانت ورجيتني وين امشي. فهون انا فعلا انا بلشت امشي في طريق المسيحيه وعايزه اعرف اكتر عن المسيح. امين. طب انا يعني عشان هديكي راحه، عشان اكيد اجهدتي من الكلام، واخد بس بعض تليفونات معانا عشان تليفونات مصر بنفقدها، فممكن ناخد استاذ محمد من هنا. اهلا بيك استاذ محمد. اسمعني من التليفون، ابعد عن اي جهاز عشان اقدر اخد مكالمتك، اتفضل. اهلا مساء، اتفضل. مساء الخير. اهلا مساء النور، اتفضل، لان وقت الحلقه يعني اوشك على الانتهاء، اتفضل سامعاك. هو طيب فقدنا الاتصال، لو تقدر ترجع تاني يا استاذ محمد اهلا بيك، بس يا ريت يعني خليك في موضوع الحلقه، الافكار اللي عرضناها فركز معانا. طيب معانا الاخ نصر من لندن، اهلا بيك اخ نصر. سلام مسيح اخت نوره، اهلا بيك. تحيه لنوره الكرمه الحقيقه، ربنا يباركك، اشكرك، ربنا يخليك، المسيح وفخر المسيحين والمسيحيين، اشكرك، ربنا يباركك، اشكرك. وتحيه كبيره للاخت ياسمين وللاردن وشعب الاردن وخاصه الفحص والصمت. دايما صوت العابرين بيفاجئنا بابطال جداد، عابرين منتصرين
ما عنديش في الحقيقة عبارات غنية أقدر أعبر بيها عن الواقع وعن مدى تأثيركم على مجتمعنا من خلال طريقة طرح حضرتك يا أخت نورة وضيوفك اللي كلهم من حيث المبدأ أبطال. كل ما أقدر أقوله الرب يعطيكم حسب سؤل قلوبكم من مجد إلى مجد في نعمة المسيح مخلصنا في صالح يسوع. أمين. أشكرك جدا. طيب معانا استاذ محمد رجع. اهلا بيك. اتفضل اخ محمد. استاذ محمد من هنا. مساء الخير. مساء النور. اتفضل. بقول لحضرتك انت بموضوع صوت العابرات. العابرين يعني انتوا بتتكلموا على ايوه. نعم ايوه اتفضل. صوت العابرين بتتكلموا على امور العابرين او العابرين او العابران. ماشي اتفضل. سامعني حضرتك. انا عاوز اقول حاجه. بنتكلم حد في جزئيه الناس. انا عاوز اقول لك ان الناسوت ولا هو لو في ناسوت وفي لاهوت. اللاهوت ازاي ترك الناسوت يفصلت ويموت ويقتل وتركه؟ يبقى غير قادر انه يحافظ على الناسوت. هل هم الاثنين واحد ولا الناسوت غير اللاهوت؟ طب انا يعني انا اعمل ايه؟ اشكرك طبعا على مداخلتك، لكن انا اعمل ايه في الاسلام اللي خلى المسلم بلا معرفه عن من هو الله؟ يعني انت ما تعرفش يعني هم انتوا الاثنين اثنين ايه حضرتك؟ انت حضرتك ما الاسلام ما قالكش وما قاليش ان الله ليه طبيعته روحيه. طب جوهر الله روحي، ما فيش حاجه اسمها اثنين، ما فيش حاجه. يعني انا مشفقة حقيقة عليك، وحقيقة أنت برضو بتسأل نفس الأسئلة في برنامج أنا مش كافر وبيرد عليك الأخ أندرو، لكن يعني دي مشكلة المسلم اللي مش بيبحث. دلوقتي مجال البحث مفتوح للجميع، إيه اللي منعك أنك تبحث؟ ما أنت بتمسك التليفون وبتتصل. إيه إقرأ إقرأ حضرتك، إقرأ عن الإيمان المسيحي، إقرأ عن طبيعة الله. أنا عاوز أسألك أنت كمسيحية، أنت كمسيحية جاوبيني، في فرق بين الناسوت واللاهوت؟ لا طبعا. بص افهمني حضرتك، افهمني، ما فيش حاجه اسمها في فرق بين الناسوت وبين اللاهوت. قلت لك ان الله طبيعته طبيعه روحيه. المسيح الناسوت جه الله اسمه الله الظاهر في الجسد، عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد. فالشخص الرب يسوع المسيح هو الله الظاهر في الجسد، طبيعه ناسوت، ناسوت جسد انساني، لكن الطبيعه طبيعه لاهوتيه روحيه وهو طبيعه الله. طب عودة لحضرتك ممكن طب انت بالنسبه للاسلام، انت بالنسبه للاسلام عندك الله روح ولا الله ليه جسد ولا الله شكله ايه؟ يعني الله في الاسلام شكله ايه؟ لا الله 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 ده الله ده روح الله، الله ده حاجه متنزه عن الجسد ومتنزه عن جميع الامور. طب طب جالس على العرش ازاي؟ ازاي الرحمن على العرش استوى؟ ده كيفيه انا ما اعرفهاش ولا انت ولا اي انسان بشر. ازاي انا دلوقتي هو جالس ناسوت. اسمعني بس، اسمعني هو جالس. ما هو حضرتك ناسي ان انا كنت مسلمه. دلوقتي انت عندك الله استوى على العرش، خلاص خالق العرش اللي قاعد عليه هو خلقه. العرش ليه ثقل، العرش ليه ثقل شايله اربع ملائكه، ويومئذ سيحمل عرش ربك ثمانيه. يعني هو دلوقتي ليه وزن، ويومئذ هيكون له ليه وزن اتقل، هيضطر ثمان ملائكه ان هم يشيلوه. فانت ازاي بقى هتقول لي ان هو انت مش عارفه؟ الاسلام لم يعطي المسلم معرفه عن من هو الله، ايه طبيعه الله ما نعرفش. كل اللي يعرفه عن الله اللي هو الاسماء الحسنى. نيجي في السور الايه اللي بتقول ان الرحمن على العرش استوى، قد كده تفسير ولا عارفين لها اي معاني ولا بيردوا عليها. فلو عايز تعرف عن الناسوت واللاهوت اقرا من الايمان المسيحي، من الكتاب المقدس، من المواقع المسيحيه، من الكتب المسيحيه عشان تعرف، عشان تعرف فيش حاجه اسمها اتنين. فانا بشكرك جدا على متابعتك، واتمنى بجد انك انت تبحث بجد، مش مجرد ان انت واخدها انك بترد بتدافع عن الاسلام، دافع عن حياتك الابديه، دافع عن مصيرك الابدي. انت شايف موضوع واحد الطفل الفراش في قد ايه اسئله وفي قد ايه افكار. فابحث من اجل نفسك استاذ محمد، واشكرك جدا من اجل مداخلتك. استاذنكم يعني في 30 ثانيه عشان ارجع للاخت معانا، الاخت فريال من لندن. اهلا بك اخت فريال. اخت نورة سلام نعمه المسيح معاك ومع الاخت ياسمين، والرب يفرح قلبك يا اختي العزيزه مثل ما تفرحين قلوبنا بالعابرين والعابرات، الرب يباركهم. أنا هم أحب أسأل الأخ محمد، هل يوجد موديلات للشياطين في الإسلام ولا الشيطان هو الشيطان؟ يعني شيطان الأنس هذا اللي دخل
في هذا الرجل وقتل الشيخ في المسجد. فيوجد موديلات. أنا أشكر هذا الرب الإله المسيح له كل المجد، يسوع تاج راسي وربي وإلهي مخلصي اللي كان يخرج الشياطين والأرواح الشريرة ويجول ويصنع خيرا. والمرأة اللي اعترفت بأن ابنها الفيديو الثاني بأن ابنها من الزنا ضميرها أنبها واعترفت، أشكرك يا رب، أشكرك يا يسوع اللي عطيتنا الروح القدس. شكرا لك أخت فريال. بعتذر بس عشان وقت الحلقة أخذ في 30 ثانية الأخت نهال، وبعد كده هنختم مع أختنا ياسمين. أهلا بك أخت نهال، فضل أخت نهال معنا. هنا بالدليل والبرهان من شيوخ الإسلام على ما يسمى بإنسانية الفقه الإسلامي، فالرب يرحمنا بجد. أما عن الأخت ياسمين فعايزة أقولك في البداية مبروك عليك حبيبتي الخلاص والشفاء كمان، وعايزة أحييك تحية خاصة على جملة قلتيها في منتهى الأهمية، وهي أن الإسلام حاطط خط أحمر لو حب الواحد يسأل عن أي حاجة وكأنه بيقفل مخه أو يعمل له ستوب. أنت قلت كده بحصر اللفظ، فأنا فعلا بحييك على كده. وهزود وأقول أنه ياما قابلت ناس مسلمين معمل لهم ما يسمى بالبرين ووش، غسل الدماغ. واعتقد النهارده دعوتنا لاخواتنا المسلمين زي الاخ محمد المتصل واحنا في اعظم شهر عندهم انهم يعملوا تشالنج وتحدي حقيقي لكل مسلمات تسلموها من الاسلام ومن اله الاسلام. اعتقد ده تدريب مهم جدا، لانه ببساطه يعني مش معقول كم الناس اللي بتباركينا بيهم اسبوعيا يا اخت نوره في برنامجك وغيرهم العشرات والمئات بل الالاف من المسلمين اللي تركوا الاسلام. مش معقول الناس دي مجنونة، واحنا كمان متأكدين انهم مش قاعدين فلوس على كده، بالعكس دول بيخسروا كل شيء في سبيل انهم بيتبعوا يسوع. واعتقد ان ده اكبر دليل على انهم بيحسبوها صح. صحيح ممكن يخسروا اهلهم واموالهم، لكن بيكسبوا ابدية سعيدة لا تنتهي. شكرك جدا، شكرا ليكي، وبعتذر لبقية التليفونات يعني مش هقدر اخد عشان خلاص يعني بقينا في الحلقة دقيقتين، وشكرا لاتصالات حضراتكم وبعتذر. طيب اختي ياسمين، يعني اختبارك انك انت بعد ما الرب شفاكي وحددتي لله بمنتهى البساطة شكل معين عايزة تشوفيه في الرؤية، فالرب ورهولك ومن هنا انت بدأتي علاقة حقيقية مع المسيح. احنا هيكون لنا طبعا لقاء معاكي تاني انت وزوج حضرتك اللي بسبب ايمانك هو كمان قبل المسيح، وممكن في بداية الحلقة مع زوج حضرتك اذا ممكن تضيف لنا اي اضافة تحبي تضيفيها. لكن عايزة منك كلمة ختامية لشعبك، أهلك المسلمين، لشعب الأردن، لكل شخص لم يختبر محبة المسيح، فتوجه لهم رسالة تقولي إيه؟ تفضل. أنا بقول لهم زي ما قالت الأخت هلا إنه فعلا الخط الأحمر اتعدوه، ما يعني ما تفضلوش واقفين في حدود معينة، ما تخلوش أي حد يرسم لك حد معين أو يحطك في مكان هو عايز يحطك فيه. انت للقي نفسك، انت خلي عيونك تتفتح، دور، فتش، اعرف، اسال، ما تسيبش نفسك كده واسال. اذا مش انت مش عايز تسال الناس ما تسالش الناس، اساله هو زي ما انا سالته هو، انا سالت بذات الاله هو بذات نفسه وهو جاوبني، مش شرط الانسان اللي جاوبك. الله يعرف يتعامل ويعرف يوصل لك ويعرف يعمل حاجات كتير كتير عجيبه. ويا ريت تتفتح عيونكم، واحنا جايين عشان نحبكم ونديكم محبه اكتر، مش عايزين نضطهدكم ولا عايزين منكم حاجه، ولكن احنا عايزين تكونوا معانا في الفردوس، عايزين يكون لكم خلاص، يكون لكم حياه، يكون لكم سلام في حتى في الارض، يعني مش بس فوق ولكن في الارض. هتشوفوا نعمه كبيره لما انتوا تامنوا في يسوع المسيح. وبطلب من ربنا يتعامل معاكم معامله خاصه خاصه خاصه، واحنا بنحبكم جدا، وبصلي دايما لكل مسلم تتفتح عيونه، وبصلي دايما انه انتوا فعلا تكونوا حقيقي مع ربنا وتاخدوا الخلاص ده. طبعا انا مش مخلصتش كل اختباري وانا هكمله كده مره مع نوره، وانا اهلي جوزي واولادي جم كلهم في المسيح ونشكر ربنا على هيك.
امين. لا طبعا انت ما خلصتيش، مين قال انك خلصتي؟ لا هنعمل طبعا جزء تاني، وهتستفيدي وتحكي لنا كمان اللحظه اللي قررتي فيها تؤمني. انت قلتي اه، بس هنسمعها مره تانية وللرب عمله معاكي بعد كده ومع اسرتك. انا بشكرك جدا اختي ياسمين على الوقت ده، ولينا طبعا جزء تاني معاكي ومع زوجك ونسمع اختباره. وشكرا لحضراتكم على المتابعه النهارده. الاخت ياسمين قالت ان هي كانت بتبحث عن اله بيتعامل بيتفاعل تشعر بوجوده، وهو ده حقيقي اللي عمله الرب يسوع. يا أستاذ محمد، إن الصوت اللي أنت بتقول عليه كان هو صورة الله المنظورة لينا، هو الله اللي أعلن عن نفسه عن محبته لينا، إن هو إله بيتعامل، إله بيتعامل مع الإنسان، مع خلقته، ما عندوش مشكلة، مش متكبر، وديع ومتواضع القلب زي الرب يسوع المسيح. هو ده، هو ده الإله اللي تنازل، مش تعالى، تنازل وجه وسطينا، عرفنا مين هو، عرفنا عن محبته، وكمان وضع على الصليب من أجل حياتنا ومن أجل نجاتنا ومن أجل أن هو يهب لنا الحياة الأبدية. وهو بفمه الطاهر اللي قال أنا هو الطريق والحق والحياة، من فضلكم ابحثوا عشان تعرفوا وعشان توصلوا لكل النتائج وكل الثقة واليقين في الحياة الأبدية اللي بيوصلها كل شخص وكل إنسانة، إنسان وإنسانة من العابرين اللي بيجوا يقولوا لكم إحنا نلنا الخلاص وأصبح لنا إيمان وثقة إن لينا حياة أبدية سعيدة. بشكركم على المتابعة النهاردة. الأسبوع القادم حلقة جديدة من صوت العابرين، انتظرونا والرب معكم. على قد ما في آيات اتمدت كان كل هدفها تسكت، على قد